طيب تاني يا ولاد، chemical reaction breaking of the existing bonds and the reactant atoms of the molecules to form new bonds between the atoms of the molecules in the product. ممكن تقولها بطريقة تانية أبسط وأحسن، تقول مثلا breaking of the existing bonds between the atoms of the molecules and the reactants to form new bonds between the atoms of the molecules in the products. عايز تقولها بالطريقة دي true، عايز تقولها بالطريقة التانية true. أقولها كمان مرة من باب التبسيط: chemical reaction breaking of the existing bonds between the atoms of the molecules and the reactants to form new bonds between the atoms of the molecules in the products. خلي بالكم يا أولاد، أي chemical reaction لازم تكون represented بحاجة اسمها chemical equation، لازم أعبر عليها بحاجة اسمها chemical equation. ال chemical equation دي شرط عشان أسميها chemical equation، لازم يكون متوفر فيها 3 conditions أو 3 شروط: يكون فيها reactants، ويكون فيها طبعا products، ويكون ليها conditions of the chemical reactions. 1 2 3. يبقى أي chemical reaction represented بعبر عنها بحاجة اسمها إيه؟ chemical equation. chemical equation دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن group أو set. set يعني group، مجموعة. set of symbols and the chemical formula. والسامبلز او الكيميكال فورمولا دول بيوضحوا ايه؟ بيوضحوا الرياكتنتس والبرودكتس والكونديشنز اوف ذا كيميكال رياكشن. اهو يبقى اي كيميكال ايكويشن عباره عن سيت اوف سيمبلز، مجموعه من الرموز او كيميكال فورمولي، ودول ريبريزنتنج بيوضحوا ايه؟ بيوضحوا الرياكتنتس والبرودكتس والconditions of the chemical reactions. وخلي بالكم يا أولاد حاجة مهمة جدا جدا جدا، أي chemical reaction لازم يكون balanced. أي chemical equation لازم يكون balanced. يعني balanced يعني the number of the reactants، the number of the atoms in the reactants لازم في النهاية equals the number of the atoms in the products. يعني لو دخل هنا مثلا for instance 6 molecules 6 atoms، انا اسف، يخرج برضه 6 atoms عشان تكون balanced. لو دخل هنا مثلا 7 atoms لازم يخرج هنا 7 atoms عشان تكون balanced. طيب لو انا عملت لو دخل في الرياكتنتس مثلا 8 atoms خرج هنا 7 atoms يبقى دي imbalanced، معادله غير متزنه. ولو خدنا عليها اكزامبل ده مهم جدا جدا اللي جاي ده شرحه، لان الطريقه هتبقى ثابته في اي نوع من انواع الكيميكال رياكشنز لو طلب منك في سؤال ازاي تخليها بالانس. طب احنا هنعتمد في ده على ايه؟ بصوا يا حبايبي، اي كيميكال ايكويشن زي ما قلت لكم لازم تكون بالانسد. ده معناه ان نمبر اوف ذا رياكتنت اتومز، يعني عدد الاتومز دخلت في الرياكتنتس، لازم في النهاية equal the number of the atoms in the products. وهناخد الاكزامبل اللي احنا خدناه في الأول خالص اللي هو الكيميكال رياكشن between magnesium and oxygen. بس انت يا مستر كتبت هنا في الأول فوق Mg يعني magnesium من غير ال 2D. ايه الرقم اللي موجود قبل السيمبل ده يا ولاد؟ the number of molecules. يعني هنا في 2 molecules of magnesium. طب وهنا؟ هنا في 1 molecule of oxygen بس، ال 1 ما بيتكتبش. اما ال 2 اللي تحت الاكسجين دي ايه؟ ذا نمبر اوف اتومز. طب هنا ما فيش في المغنيسيوم؟ لا ما فيش. ليه؟ علشان انتوا خدتوا في الفيرست ترم الجدول اللي قلت لحضراتكم عليه تحفظوه، هيخدم في الترم الثاني. ان المغنيسيوم من الاليمنت اللي هو مونوتوميك. مونوتوميك يعني ايه؟ يعني 1 molecule of magnesium consisting of 1 atom only، لكن هنا 1 molecule of oxygen consists of two oxygen atoms. عشان كده الاكسجين diatomic، المولكيول الواحد للاكسجين فيه two atoms فسموه diatomic، لكن المولكيول الواحد للمغنيسيوم
في 1 اتوم اوف مغنيسيوم فسموه مونوتوميك. فانا هنا احتاج 2 مولكيولز اوف مغنيسيوم to react with 1 molecule of oxygen. في النهايه هتلاقي خرج 2 مولكيولز اوف مغنيسيوم اوكسايد. طيب كم مغنيسيوم هنا دخل في الرياكتنس؟ 2. خرج هنا كام؟ 2. طب كم اكسجين دخل في الرياكتنس؟ 2 اتومز. خرج هنا 2. طب هنا ليه ما كتبناش تحت الاكسجين 2؟ لسه قايل لكم دلوقتي حالا ان النمبر اللي بيتكتب قبل الكيميكال سامبل ده نمبر اوف مولكيولز، كانك بتعمل 2 دي ملتبلاي اللي قدامها، يعني 2 ملتبلاي مغنيسيوم ب 2 مغنيسيوم اهو، و2 multiply oxygen ب2 oxygen atoms اهم. طيب انا عشان to be sure اتاكد ان الكيميكال equation is balanced انا بعتمد على ايه بقى؟ بعتمد على الاتوميك ماس ده او الماس نمبر ده اهو، الماس نمبر اوف magnesium 24 والماس نمبر اوف oxygen 16. فعايز اتاكد ان الكيميكال equation دي is balanced، اعمل ايه؟ هنا في 2 مغنيسيوم ادي ال 2 تزن زي ما هي، والاتوميك نمبر بتاع المغنيسيوم كام؟ 24، يبقى 2 ملتي بلس 24 ده المغنيسيوم بلس تنزل زي ما هي اهي، نزلت زي ما هي. طب والاكسجين في منه كام؟ 2، ادي ال 2 اهي، والماس نمبر اوف مغنيسيوم كام؟ 16 اهو، اهو نزل 16 اهو. عرفتوا دول جم منين؟ 2D number of molecules of magnesium. المغنيسيوم الماس نمبر بتاعه كام؟ 24، يبقى 2 multiplies 24. أنا خلصت المغنيسيوم. طب والأكسجين؟ نفس الحكاية، في منه 2، أدي ال 2 أهي، والماس نمبر بتاعه 16، يبقى 2 multiplies 16. أنا كده خلصت إيه؟ خلصت الرياكتنس. هخرج للبرودكت اللي هو ده. طب عشان أشوف ان البرودكت ده بالانسد مع الرياكتنس ولا ايه، ادي ال2 اهي هتنزل زي ما هي، وافتح بقى هنا براكت اهو، والمغنيسيوم 24 ماس نمبر، والاكسجين 12 الماس نمبر. لو انا عملت اديشن بقى 12 بلس 24 هيديني 40. طب و2 ملتبلايز 24، طب 40 انا اسف، يبقى 80 جرامز. طب وهنا في الرياكتنس 2 ملتبلايز 24 48، و2 ملتبلايز 16 ادي 32 بلس 48 ادي 80 جرامز، وهنا 2 ملتبلايز 40 80 جرامز، يبقى دي بسميها بالانسد كيميكال ايكويجن. ليه بالانسد كيميكال ايكويجن؟ علشان طلع هنا التوتال ماس of the reactants equal the total mass of the products. من الستاب دي يا اولاد ممكن اعمل conclusion او استنتج او deduction لحاجه مهمه جدا اسمها law of constant ratio. law of constant ratio ده represents ايه؟ بيقول ان ال law of constant ratio ان اي compound is formed بيتكون ازاي؟ from the combination of its elements، من اتحاد الالمس بتوعه by constant weight ratio. ادي ال constant weight ratio بتاعت المغنيسيوم، ادي ال constant weight ratio بتاعت الاكسجين، ادي ال constant weight ratio بتاعت المغنيسيوم اوكسايد. لما اعمل multiplying ده اديني في الاخر 80 جرامز، ولما اعمل multiplying الستبس دي في الاخر اديني 80 جرامز. طالما الماسز او the total masses of the reactants جه في النهايه equal the total mass of the product، يبقى دي chemical equation balanced chemical equation. وبعمل deduction منها بستنتج منها حاجة اسمها law of constant ratios. law of constant ratios ده أول law هناخده في الـ في الـ في الـ unit 1. any compound انت خدته في first term، الفرق بين الـ element والـ compound، طبعا انتوا عارفين الـ compound consisting of different atoms. يبقى law of constant ratio represents ايه؟ أو expresses ايه؟ بيعبر عن ايه؟ any compound is formed، اي compound is formed from the combination من اتحاد its elements by constant weight ratio. احنا بنستخدم ال constant weight ratio لاي
element الماس نمبر اللي فوق ده. طب هو لازم يجي لي في الاسئله الكيميكال ايكويشن ده؟ لا مش لازم. ممكن يجي لي مثلا كيميكال رياكشن بين كربون واكسجين عشان يديني كربون دايكسيد عادي، او هيدروجين وكلورين علشان يديني في الاخر هيدروجين كلورايد عادي، وفي النهايه وفي النهايه خالص هيديني ايه؟ همشي بالستبس عادي، هيديني الماس نمبر هنا زي المغنيزيوم، ويديني الماس نمبر زي الاكسجين، وهمشي في الكيميكال ايكويشن عادي، وفي النهايه هيطلع عندي ان الماس او توتال ماس اوف ذا رياكتنس هيكون في الاخر ايكوال ذا توتال ماس اوف ذا برودكتس.